لليوم 13 على العملية البرية العسكرية على مخيم جباليا وعلى شمال قطاع غزة. تواصل قوات الاحتلال التقدم والتعمق إلى مخيم جباليا بالإضافة إلى جميع مناطق شمال قطاع غزة، حيث نشهد الآن عملية نزوح كبيرة لدى المواطنين في جميع مناطق شمال قطاع غزة، حيث قامت قوات الاحتلال صباح هذا اليوم بالقصف العنيف والمدفعي ومن قبل طائرات الاحتلال الحربية بالقصف على جميع مناطق شمال قطاع غزة، مما أدى إلى عملية نزوح كبيرة كما نرى في شمال قطاع غزة. الآن شمال قطاع غزة هو خالي تماما من المواطنين بسبب القصف المدفعي العنيف الذي تعرض له جميع مناطق شمال قطاع غزة. نحن نتحدث الآن عن كارثة في الوضع الإنساني، حيث الأهالي لا يعرفون إلى أين سيذهبون، يفترشون الأرض، لا يجدون مأوى لهم بسبب اكتظاظ السكان في المناطق الغربية لمنطقة غزة. بالإضافة أيضا أن المناطق الغربية التي يتجه إليها المواطنين معظمها مدمرة في أول أيام من الحرب، تم تدميرها بشكل كامل، لا يوجد مدارس، لا يوجد منازل، لا يوجد بنية تحتية في المناطق الغربية. أنا في الأول أنا كنت في العيادة فشردونا وطلعنا قبل ما تنحرق بيومين، انحرقت الدار العيادة كلها بغراضنا، طلعنا زي ما احنا جينا على حفصة، قعدنا عند حفصة كل يوم خبط ورقع على روسنا الشظايا والقذايف وتبهدلنا والولاد فقعوا من الصياح وشردونا وطلعنا هنا مشردين. وين نروح؟ وين نروح؟ لا دار لا عيادة لا مدرسة، وين نروح؟ فعلا احنا طالعين ومش عارفين وين نروح. انا كنت في حفصة بقول لك وصاروا يخبطوا قذايف على روسنا، نزلت والخيم وقعنا على روسنا وشردنا من هالها، نشرد في دور نشرد في غرفة في صف شوي ونشرد في صف ثاني شوي وتبهدلنا وطبينا نصرخ من هالها، انا وين نروح؟ وصاحب انا هيني طالعه قسما بالله ما انا عارف وين بدي اروح، مش عارف وين بدي اروح وين بدي اجي، معاي صغار ومعاي اولاد معاي بنات، وين بدي اروح وين بدي اجي؟ احنا كنا في عيات، احنا من بيت حنون سكان بيت حنون، خلينا من بيت حنون رحنا عيات الوكاله، من عيات الوكاله قعدنا بمدرسة الفخوره، مدرسة الفخوره يعني هاي وطلعونا مش عارفين وين رايحين، احنا وين نروح مش عارفين، وطفل عمره شهرين طفل مش عارف وين رايح، ابوه مش عارف وين رايح. عم احنا نايمين في الشوارع اصلا ما فيش معنى حياجه، عيادة الوكاله راح اغراضنا كلهم فيها ودورنا راح في بيت حنون، احنا وين نروح؟ العرب مش مدورين علينا. حسبي الله ونعم الوكيل احسن من كل شيء. هكذا هو الحال هنا في شمال قطاع غزه، قصف ودمار وتشريد، هذه هي السياسه التي تتبعها قوات الاحتلال بحق المواطنين. فادي الوحيدي لقناه الغد شمال غزه.